مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات، نباتات الزينة والنباتات البرية. عندنا اليوم نبات الصبار، أما اللبن أو السيد العارية أو شجرة قلم الرصاص أو صبار قلم الرصاص أو شجرة الحليب، له كثير من الأسماء. الموطن والانتشار لها توزيع في أفريقيا في تربة طينية سوداء، وهي موجودة بشكل بارز في شمال شرق ووسط وجنوب أفريقيا. قد يكون أيضا موطنا في أجزاء أخرى من القارة، بالإضافة إلى بعض الجزر المحيطة وشبه الجزيرة العربية، وقد تم تقديمه إلى العديد من المناطق الاستوائية الأخرى مثل البرازيل والهند وفيتنام والفلبين وغانا، وينمو في المناطق الجافة وخاصة سافانا، وغالبا ما يستخدم للطعام طعام الماشية أو للتحويط، وهي معروفة في سريلانكا حيث تطلق عليها اسم كيلي. نبات القلم أو أما اللبن، نبات صاري ينمو طبيعية في جزيرة مدغشقر والجنوب شرقي أفريقيا. يصل ارتفاعه إلى 10 إلى 15 متر تقريبا. نبات أجرد، فقط فيه فروع وبعض الزهور الصغيرة وأيضا أوراقه صغيرة أيضا، ويتحول الحواء تمام نموه إلى اللون الرمادي، وتظهر عليه أحيانا تورمات غير مرضية وحزم سوداء. الأوراق شريطية قصيرة لا تختلف نبدبا على الساق، تظهر بشكل ندب. استخدم في الطب التقليدي وله استخدامات أيضا أخرى في مادة الأتاكس خاصة بها كوقوع دفع هذه الكيميائية ميليا للكلفين، إلى اقتراح استغلال صبار إما لبن لإنتاج الزيت. هذا الاستخدام جذاب بشكل خاص بسبب قدرة صبار إما اللبن نمو على أرض غير مناسبة لمعظم المحاصيل الأخرى. السمية، يتسبب تعرض النبات لأي خدش في انسياب عصارة لبنية تسبب في الإصابة ببذور على الجلد، وهي مادة سامة لو تناولها الإنسان مهيجا للغاية وغشاء المخاطي، وهو سام التعرض لها ممكن أن يسبب عمي مؤقت بسبب ملامس الجلد تهيج شديدة وحمرارا وحرقا وحروقا. في حالة تناول يمكن أن يسبب حروقا في الفم والشفتين واللسان. يقترح ارتداء معدات وقفازات لحماية العين عند التعامل مع النبات. الإسعافات الأولية، يعتبر اللثي اللبني مهيجا، اسمه اللثي، له كثير من الأسماء، مهيجا جدا إذا ملامس الجلد. يجب التنظيف العينين بالماء البارد لمدة 15 دقيقة على الأقل، وتكرر ذلك أكثر من مرة. يجب مراجعة جهة تقدم العناية الطبية الخاصة في حال عدم تطبيق إجراءات الإسعاف الأولية. توفير الأدوية مضادة للهيستامين، إذا ابتلع اللثي اللبني فإنه قد يسبب حروقا للفم والشفتين واللسان، وقد يتم تسجيل حالات وفاة بسبب بلع اللثتي. وفي حالة البلع يجب مراجعة طوارئ المستشفى فورا. نبات السامو يستخدمونه للزينة، غريب. في كثير من المعلومات عليكم بالرابط أسفل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم من كل جديد، والسلام عليكم.